فراشين نستقبل أول ضيف معنا اليوم السيد معز المستيري نائب رئيس النادي الصفاقسي والمكلف بفرع كرة القدم. سي معز شنو أحوالك؟ الحمد لله، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين والمستمعات في الإسلام. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. أول حاجة نحن نشكرك شكر خاص خاطر عندك اجتماع برامو توا مهم جدا، لو كان تحكي لنا أكثر أنت وتعطينا أكثر تفاصيل على الاجتماع هذا. والله هو الاجتماع كان مبرمج معناها تقريبا من يوم أمس، ويتعلق تحديدا باجتماع مع وكيل اللاعبين سوكاري وإيدو، دونك موجود معايا هو، وأكيد أنه المعلومة لازمها تكون حينية. هذاك علاش أنا ديما موجود على دمتكم وسائل الإعلام وحبينا نادي الصفاقسي وكرة القدم التونسية بصفة عامة. يعطيك الصحة سي معز، وين وصلتوا؟ بديتوا تحكيوا لقيتوا حل ولا مازلتوا في الموضوع؟ شوف، بدينا نحكي ونشوفوا معناها لي بروبابيليتي المطروحة لكل جميع الفرضيات والإمكانيات. مازلنا كي بدينا نحكيوا الحقيقة، وإن شاء الله معناها يكون فما حل. أكيد إنه لازمنا نوصلوا الحل هذا في إطار محافظة على استقرار النادي وتركيز جميع اللاعبين على العدد الجيد اللي باقي مشوار البطوله والكاس والسوق ان شاء الله. انا سمعت البارح تصريحات الدعايه، اكيد يحب على فلوس، يحكي حتى من اللاعبيه نتاعو عندهم حتى وضعيات عائليه صعيبه، فما ماشيين في الاتجاه هذا ان شاء الله، فما حل اطمن احباء السي اس اس. والله يشوف معناها اسلام، من حقيقه الوضعيات العائليه هي تتعلق بوضعيه والد ايدو اللي هو معناها بالضبط وضعيه صحيه خارجه جدا عنده مده، ونادي الصفاقسي معناها كان خذاه اون شارج معناها عنده مده، وحتى رئيس النادي كان اتصل بالطبيب واكد له انه باش يتحمل تكاليف العمليه الجراحيه. بقينا فهم الاسباب الطبيه، الطبيب المباشر نتاعو معناها اكد انه ما عندوش استعداد يخاطر بالصحه نتاعو خاطر الفرضيات نتاع نجاح العمليه، ولو ندخلنا في تفاصيل معناها كبيره اكثر من لازم، لكن راه ما فماش اشكال معناها باش ما نكبروش الحكايه ونقولوا انه عندهم مشاكل عائليه. وسكري وايدو معناها الاثنين راهو كيف سائر جميع لاعبين نادي الصفاقسي وحتى البطولة التونسية، معناها حكينا وشفنا من وسائل الإعلام حكيت برشا على 6 شهور عدم خلاص، لو 6 شهور نحكي ولا جونفي فيفري لا أكثر ولا أقل، باعتبار أنه باقي الفترة المتبقية تتعلق بالفترة نتاع توقف نشاط البطولة. وشفنا حتى المذكرة الصادرة على الفيفا اللي هي كما كانت تسعى دائما لحماية اللاعبين، المرة هذه خمت في الأندية ونعرفوا معناها المحتوى. هو ولو سي معز وكيل أعماله قال 6 شهور مش وسائل الإعلام. اي لا، قلت لك كيما تردد في وسائل الاعلام، راهو معناها ما نفهموش الكلام اللي راهو نوجه في الحكايه هذه، ان وسائل الاعلام معناها خرجت خبر كيما هذه، ديما نحكي على الوكيل ولا حتى على اللاعبين. باهي. لان هما مصدر المعلومه في كل حالات، هما مصدر المعلومه. باهي. سي معز، اكيد فما حمله كبيره لعملت هذه في صفاقس من اجل الملعب تاع طيب بن هيو من اجل توسعته. انا عندي معطيات انه ظهر لي الوزير باش فما اجتماع مع احمد قالوي وزير الشباب والرياضه. فما تقدم في الناحية هذه، الحملة اعتدت تعطي في الأكل نتاعها؟ هي أكيد هي راهي حملة معناها رواد مواقع التواصل الاجتماعي معناها خاصة حبة نادي الصفاقسي اللي هما تلقاو الحملة هذه. للأمانة معناها حتى رئيس النادي راهو في فترة سابقة منذ إشراف الوزيرة السابقة للشؤون الشباب والرياضة كان عنده لقاء معها من 4 ولا 5 شهور، وكان عطاها حتى مقترح معناها جيد لتوسيع المدارس تاع كبير. اليوم فما حمله كبيره يطلقوها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على احقيه مدينه صفاقس في ان يكون عندها استاد، عندها ملعب يليق بتاريخ المدينه هذه، يليق بالنوادي الموجوده، يليق بنادي الصفاقسي بالعراقه نتاعو، بتاريخه، بامجاده، بالقابه، بحاضره، يمكن حتى مشاركته المقبله ان شاء الله في الدوليه والقاريه. اليوم صفاقس فيها 1.5 مليون ساكن، تستحق استاد. صفاقس خرجت برشا من لاعبين تاع الكره اللي افادوا تونس بصفه عامه، المنتخب وغيره، لما نحكي على صفاقس اللي هي ارض اسطوره كره القدم حماد العقربي، لما نحكي على نادي الصفاقسي اللي حبه نتاعو بمئات الالاف. دونك ماهوش معقول انه نقعدوا معناها في استاد، برغم نعرفوا معناها قيمه ملعب الطيب المهيري معناها بالنسبه لنادي الصفاقسي، صعيب انه نقعدوا، مش معقول انه نقعدوا في ملعب يتسع براتيكمون 10800 متفرج، وخاصة مع اعتماد وزارة الداخلية وسلطة الإشراف والهياكل ذات العلاقة على الحضور الجزئي للجماهير. دونك ولينا نشوفوا معناها أحباء النادي الصفاقسي ما نجموش يتجاوزوا 6000. 6000 معناها في مقابلات وقت اللي هما كانوا بالجمهور، دونك هذا ما يليقش بالنادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي فريق كبير والأحباء نتاعو عددهم مهول كبير جدا، دونك من حقنا، من حق صفاقس، أن يكون عندها استاد، ومن دون الدخول راهو في جهويات ولا غيره، برشا مناطق اخرى معناها وقت اللي اصحاب القرار قرروا باش يوسعوا راهو ما بين عشيه وضحاها. اليوم صفاقس
البيروقراطيه الاداريه والاعتمادات ومكتب الدراسات. ونعطيك حتى مثلا مثال على هذا، هو صفاقس راهو نحكي لك حتى على مشروع تفروره معناها اللي عنده برشا سنين معناها باش يكون على ذمه صفاقسيه، حتى الان صفاقسيه محرومين من المنتزه ومن البحر نتاعهم. واضح. باهي، عدد الملفات في السي اس اس سي معلم بصفه عاجله نسالك على بعض الملاعبيه. حمزه المثلوثي وين وصل مفاوضات التجديد معاه؟ حمزه المثلوثي ما فماش حاجه جديده في الملف نتاعو. حمزه المثلوثي العقد نتاعو يوفى في 30 جوان 2020. جلسنا مع اللاعب من مده كبيره برشا كنا مضغوطين معاه. فما الفرضيه انه يكمل يعني باقي مشوار البطوله، هو عنده استعداد انه حتى الوثيقه اللي اقرتها مصالح الجامعه التونسيه كره القدم كشرط اساسي لاستئناف اللاعبين النشاط نتاعهم في الفتره المتبقيه، واللاعبين تحديدا اللي العقود نتاعهم تتوفى في 30 جوان، كان عنده استعداد بدون حتى قيد او حتى شرط انه يكمل. امكانيه تحوله للفريق خارج تونس وارد، وامكانيه تجديده في نادي الصفاقسي وارد. ان شاء الله هذا معناها فريق خارج تونس الزمالك ايامات مقبله، ايامات مقبله دونك باش يكون الفصل في ملف حمزه المثلوثي. نسيم هنيد، نسيم هنيد كما شفنا العباد الكل معناها قعدنا معاه عندنا مده واعرب على موافقته على تجديد العقد نتاعه هو في فريق نادي الصفاقسي بكل اعتزاز. التخربيشه وقتاش؟ حتى مباشره في النظره الصحفيه. التخربيشه وقتاش ان شاء الله؟ والله التخربيشه هو راهو معناتها الموافقه نتاعه كانت نهار الجمعه، احنا التحاقه بالمنتخب الوطني يكمل التربص نتاعه ويجي مباشره بقدره ربي يمضي العقد نتاعه. معناها موضوع محلول، هذا ما فيش حتى مشكل. باهي، بالنسبه للاجانب مثلا بن شاعه، انا عندي معلومات يمكن تحب عليه الفريق نتاعه في الجزائر يحب يسترجعوا هكا ولا؟ شوف زكريا بن شاعه جاء للنادي الصفاقسي في قالب هما عقدين حقيقه، باعتبار انه جاء في فتره اعاره مدتها 6 اشهر مربوطه اوتوماتيكمون بانتقال نهائي مده 3 سنوات اخرى، يعني 3 سنين ونص. وحتى زكريا دونك كان امضى معناها العقد الاول والعقد الثاني. احنا قاعدين نشوفوا مع الفريق نتاعو باش نحاولوا في المده المقبله ما نطولوش عليهم برشا، نحاولوا لهم جميع الاعتمادات اللي هي متعلقه بالصفقه. ما فماش علاش زكريا معناها يخرج من الدرس الصفاقسي، نستناو فيه يلعب بلوز امبورتون انه يلعب. للاسف معناها كان تعرض لاصابه حال التحاقه بالفريق نتاعو نادي الصفاقسي. الناس كل سنه فيه برشا كلام خاطر قال عليه انه ملاعب باهي برشا معناها. من المفروض يكون باهي ملاعب، راهو احنا كي فما الاختيارات هذيا نتاع الثلاثه لاعبين اللي هما جاو في الفتره نتاع التنقلات الشتويه ما كانوش معناها ملاعبيه وزاره، كانت فما متابعه من قبل برشا فنيين معناها موجودين في صلب لجنه فنيه مع الاطار الفني. دونك شفناه زكريا بن شاع اللي هو لاعب المنتخب الجزائري للمحليين ولاعب المنتخب الجزائري لاقل من 23 سنه. الفتره اللي درب فيها في صفاقس ورا فيها برشا امكانيات، وان شاء الله معناها الاندماج نتاعو يكون ساهل في المجموعه. هو حاضر يمتاز بشخصيه قويه، ان شاء الله معناها يوفر الاضافه اللي نستناو فيها باش يوفرها معناها كوسو سوا اصحابه في التيران ولا الجماهير ولا حتى الخير ان شاء الله. بالنسبه لحسين السيد، حسين السيد نستناو معناها في انه الخطوط نعرفوا الحدود راهو البحريه والجويه والبريه، نستناو فيها وقتاش تكون موجوده تتفتح معناها مبدئيا فما نهار 27، لكن احنا قاعدين نحاولوا مساعي مستمره مع وزاره الخارجيه. واللاعب معناها في اخر تليفون امس معناها كيف كيف يستنى في انه يجي لنادي الصفاقسي. الحقيقه كان حكى كيف كيف على امور ماديه باعتباره انه عنده متخلدات معناها باش ما نخليش لعبه الكل معناها نقولوا راهو لافيون روز، راهو هذه معناها يقع كره القدم التونسيه. دونك استعداده للعوده بالنسبه لنا لازم يكون بينه حتى قايد ان شاء الله تكون واضح معاه. دونك الامور الماديه تجي تتحل، دونك عندك فلوسك راهو العقد نتاعك مع هذا الشخصي خليت انت نفسك ما زلت نفس طلبها وكذا ما حكيتش فيه. انا يهمني انك تجي هذا الشخصي تعرف تلعب تشارك توصل لنظام هو باش يستنصر ولا الاسفلتي باش يستنصر. اذا احنا كي جبناه معناها باش يكون الوزن تحت السياده الاسرى معناها حاجه في الدور الفني من ناحيه ايسر من ناحيه من ناحيه اخرى بالنسبه اللي هو يعرف انه مشارك في الوزن الاسفلتي نجم تحلوا ابغاهم الموقف المصري. بالنسبه لخاطر برشا وسائل الاعلام تحدثت عن عروض للاعب هذا سي معز، لو كان زاد سماح يتبدل شويه البلاصه خاطر فما ريزو فما مشاكل شويه فيه. كيفاش عرفت معناها النوايا نتاع الصوت؟ لا الى حد الان لا. سي معز
نورمالمون باهي. قلت لك فما عروض للاعب هذا يحكي في وسائل الاعلام المصريه موجود هذا ولا باش يكمل مع السي اس اس؟ لحد الان شوف العرض هو مرتبط واحنا ما نتكلموش مع الاهلي المصري، معنا اللاعب هذه الاولويه في الدوري التونسي كي تكون هذا السوق اللي فات الان مش مهم نحكيو على الانتقال نتاعو، وانا العرض الانتقال نهائي للسوق اللي نشوفو المرتبط نتاعو. باهي بالنسبة للمشكل مع الأهلي بخصوص أموال أجاي وين وصلتوا سي معز؟ نعرفوا أنه فما مبلغ قيمة 25 ألف دولار تم تسديده مع تقريبا الموضوعات لحد الآن، تسديد باقي الوضع متوقف، نعرفوا أنه فما قضية من شوارع الفيفا نحكيو على قضية دونك ما نعرفش نحكيو على التسعة مباشرة مع الأهلي الماضي، دونك فما مصادر أخرى موجودة في صورة الفيفا دونك إن شاء الله معاه. فما ولا التماسية بيننا وبين الأهلي المصري ولي احنا لقيت في بلوزار بروفونس ليك معناها بكادي على رسوم باهيه معناها اللي هو مصر لانه راهو جسور التواصل والتعاون راهي معناها تاريخيه عندها نقطه كبيره برشا خاصه في الانتقال نتاع اللاعبين لاخرهم في الخير وقتها ما نجمش نتابعوا وهذه المنطقه. باهي لو كان تسمح سي معز تحول شويه لبلاصه اخر سؤال. علاء الدين المرزوقي وحبيبي وسلاتي فما جديد في الموضوع نتاعهم ولا مازال بين اخذ ورد بيناتكم؟ والله ما فما حتى حاجه جديده ولو انه قطاع يعني المحامي نتاعو شخصي اسمه العاود الحيط اسمه علاء الدين مرزوقي كان يعني في الدنيا على وجهه لكن احنا قلنا يجينا مع المصلحه للعطيه وانا حاطي ضغط بجد مرزوقي ما فماش مشكله ما بين الكل في العائله الكبيره كان نجمو نغلطوا قلنا في الضغط حتى تسمع حوايج اخرى كانت هي اللي ضغطت وحتى معنا الاجراءات التدريبيه اللي قلنا فيها ما حدش اللي يتفاعل معها حسيت انه معناها ما حاجه معناها اللي مرضوا في كلامه نحس انه عنصر اساسي وما فماش على هذه المدارس حتى ما يعرف على اساس على المرزوق كان ينجم يكون موجود كان ينجم يعاون الفريق نتاعو كان ينجم يكون ديسيبليني ويعاون حتى المجموعه اللي موجوده كان ينجم يتفاعل معها تعتبر مشكله انه لاعب ياخذ ثلاثه اشهر بدون حق الغزال دونك انا ربي هذه ما نحبش نحكي فيه برشا الموضوع هذا لانه اللي يختار فيه في الفرق قال غدوه هي هذه بالضبط انا عملت التدريب ونتمنى ان يكون موجود وحاضر واذا فما حوايج اخرى ينجم يحكي فيها ويوضح لنا مرحبا به دونك انا ما احناش احنا للتاكيد باللاعب الوطني ولا ماهوش موجود في المستوى الاساسي هذا لاعب يحكي فيه واضح. ربي حاولنا شويه البلاصه يكون فيها ريزو سي معز. وبالنسبه لحبيبي الوسلاتي حبيبي الوسلاتي بلاصه في شهر رمضان دور تدخيل في تابي من العيال الماضية رسم ما هوش ما سمعنا حد شيء سي معز. قلت لك بالنسبة نتأسف أنا على النوعية يعني قلت لك أنا شيء قاعد نوبل قاعد دونك أو يقول لك إذا النوعية هكا معناها توا هكا تري بيان إي دونك لحبيب الوسلاتي حبيب الوسلاتي كان غادي ما بين الشحن في شهر رمضان كان غادي مقرر يتعمل نتاعو بدون ترخيص كتابي بدون ما تفتح معايا الماضية اتمنى ان سمعت في البيان مطلوب من الاتحاد باعتبار انه الاتهام به هذا يتعارض مع النظام الداخلي اللي موجود بيننا وبين جميع اللاعبين ومصرف عليه مصرح على توصيه كره القدم ما التحقش لحد الان دونك هو غايب اللجنه الاداريه القانونيه قمنا بها في انتظار انه الملف يتصرح في اللجنه القانونيه. واضح شكرا لك سي معز على حابة اسالك على كل هذه التفاصيل اللي امديت بها جمهور السياسيه خصوصا الجمهوريه التونسيه عموما فاصل اشهر هذه ثم مواصلين في فلات حتى